قرعة مسابقة الكرة الطائرة ضمن دورة الألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب ما بين 19 و 31 غشت الجاري، والتي تم سحبها بمدينة سلا، توقع المنتخب الوطني المغربي ذكورا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات نيجيريا وجزر موريس وبوتسوانا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات الجزائر ومصر والرأس الأخضر والكاميرون. أما منتخب الإناث للمسابقة ذاتها فسيتبارى ضمن المجموعة الأولى أيضا رفقة منتخبات بوتسوانا وجزر موريس ونيجيريا، فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات كينيا والكاميرون والسنغال والجزائر. تم سحب القرعة ما بين المجموعات ديال الاتحادات الإفريقية، واللي حطت المغرب في مجموعة يعني عندها تصنيف مهم إفريقيا. الحدود ديال المغرب حدود مزيانة، لأن كان عمل جاد، ويعني صرنا علينا من أول سنة وحنا تنشتغلوا باش نكونوا في الموعد لهذه المحطة. كنتمنى من الله العلي القدير أنه يكونوا عند حسن الظن ويكون عندهم مكان ويحسنوا التمركز ديالهم والتصنيف ديالهم قريا. وقد حضر مراسيم إجراء القرعة رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة بشرى حجيج، ونائب رئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، ورئيس لجنة تنسيق بالألعاب الإفريقية الـ12 جواو مانويل كوستا الجيري أفونسو، ورئيس اتحاد الكونفدراليات الإفريقية أحمد ناصر، إلى جانب أعضاء من اللجنة المنظمة لهذه الألعاب.